تحياتي لكم. العلاج التنفسي أساسي في العلاج التنفسي اللي هي تكنيك بنسميها البوزيشنينج مع الدريناج، يعني وضعيات معينة اللي هفرجيكم إياها مع عمل حركات معينة الهدف منها. إذا في عنا هاي الرئتين داخل القفص الصدري، إنه التسريع عملية انتقال الهواء، ومع الهواء أي شيء موجود سواء مياه على الرئة سواء شوائب معينة مسكرة هالرئتين تاعونا. فإحنا بدنا نساعد في الوضعية هذه إنه نسحب لاتجاه الفم من تحت لفوق. خلينا نبلش. طبعا الوضعية هذه بدها تكون زي ما انتم شايفين، هاي في عندي الكنبي او التخت، ممكن فقط هاي الوضعية الطبيعية. انا بدي ارفعه لفوق واحط كرسي هيك ثابت، اشي ثابت اللي ارفعه بالوضعية هذه. بالنسبة لاريح وضعية للنوم اللي بنحكي لكم عنها، بالنسبة لاي واحد بيعاني المشاكل التنفسية اللي هي هاي الوضعية، بالوضعية هذه وهو نايم على ظهره وحاطط اشي مخدي تحت ايديه. في الوضعية هاي، في هاي الوضعية انا بكون فاتح الجهاز التنفسي وبتنفس افضل اذا كان في عندي مشاكل تنفسية، واذا ارتحت اثناء النوم اذا رحت في نوم عميق. بس انا اذا بدي اعمل التمارين اللي هاي هعملها يوميا للناس اللي بيعانوا، هاي وضعيات مش تمارين، فانا بدي اوضع حالي في وضعية تانية اللي اجري لفوق والصدر لتحت. في هاي الحالة انا شو اللي قاعد بصير؟ مجرد نومتي في الوضعية هذه كل الهواء اللي في الرئتين او اذا في مياه زي ما حكينا بينزل في اتجاه الفم، في اتجاه البلعوم، في اتجاه الانف، يعني في الاتجاه. ففي هاي الحالة انا بدي استغل الوضعية هذه واصير اعمل تمارين تنفسية اللي اسرع. في البداية بدي ابلش في المنطقة الباطنية. المنطقة الباطنية ضروري جدا اني احركها شوي 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 في البداية، اللي اعمل عملية استرخاء لعضلات البطن ولعضلة الحجاب الحاجز اللي هي عضلة رئيسية في عملية التنفس. بعمل الحركات هذه شوية ابو دقيقتين ثلاثة، اللي اعمل عملية تليين وازالة للغازات اذا في غازات في البطن اللي اريح. بعدين بدي اعمل عملية تنفس. التنفس هذا بده يكون داخل من البطن، يعني بدي احط ايدي هيك بس عشان اتعود واصير شهيق. زفير اني اطلع قد ما اقدر من الهواء وانا اضغط شوي شوي على المنطقة الباطنية، ان شاء الله شايفين وعارفين. ففي هاي الحالة بعمل هاي الحركات التنفسية، شهيق البطن لازم يرتفع قد ما نقدر، نحبس الشهيق هذا شوي لنوسع الحويصلات الهوائية، ويعني بنحبسه 5 ثواني 6 ثواني 7 ثواني. وفي هاي الحالة بعد 7 ثواني بنعد ل7 8، وبعدين بنطلعه بشكل شوي شوي واحنا نضغط 1. طبعا انتم بتطلعوا في البداية على دفعة واحدة، تعملوا هاي الحركات 5 مرات تقريبا، بعدين بتنتقلوا لحركات اسرع اللي هي بتاخد شهيق وبتضغط. شهيق من البطن وزفير من الفم مع عمل ضغط على المنطقة الباطنية اللي أسرع عملية الدفع في الهواء اللي أطلع بسرعة شوية. هاي بنعملها نفس الشيء لمدة دقيقة. المرحلة الثالثة بدي أسوي حركات شوية متتالية، يعني بتاخد شهيق وبدي أعمل 4 ضغوطات متتالية اللي اقدر اطلع 1 2 3 4 بالطريقة هاي. بعد ما اعمل هاي الحركات هلا بدي اجي لحركاتي شوي اللي هي الكوبينج. الكوبينج اللي هي بدي اوضع ايدي في الوضعية هاي واعمل عملية اهتزازات.
هاي عملية الطبطبة هي عملية اهتزازات، هاي الاهتزازات بتدخل بعمق المناطق الباطنية أو الصدرية، يعني بتدخل على الرئتين وبتعمل عملية اهتزازات. نفس المبدأ لما بدنا نشتري بطيخ ونفحص البطيخة شو بنسوي؟ بنطبطب. إذا رنت معناته البطيخة كويسة. نفس الشيء الرئتين، لازم ترن لما أعمل الحركات هذه. إذا ما رنت وكان الصوت خافت في هاي الحالة، هذا بدل انه في عندي عملية مياه او كلة هواء موجود في المنطقة هذه اللي فيها صوت خافت. يعني ما في هاي الحالة انا بدي اعمل ايدي بالطريقة هذه واعمل فقط الحركات هاي. نفس الشيء ببلش من المنطقة الباطنية وبنزل لتحت، لازم كل هاي الحركات تكون من الاعلى للاسفل، من الاعلى للاسفل، من الاعلى للاسفل. ممكن تعملوها لحالكم، ممكن تعملوها لحدا تاني، من الأعلى للأسفل على هذا الشكل، شوي شوي، من تحت لفوق، من تحت لفوق، من فوق لتحت، سوري. وبعملها وبكررها. بعدين باجي على المنطقة الصدرية، المنطقة الصدرية بدي أعملها أول شيء شوي شوي، شوي شوي من تحت لفوق. بعدين بزيد الحجم تاع القوة تاعت الضربة، يعني شوي شوي حسب راحتي. المفروض ما يكون في آلام، اللي هي بس عملية طبطبات بسيطة على المنطقة الصدرية. هلا المنطقة الصدرية الأمامية مهم كتير اني ارفع ايدي من اي جهة واحطها تحت راسي بالطريقة هذه. لما ارفع ايدي واحطها تحت راسي في الايد الثانية بصير أسوي نفس الحركات جانبيا جانبيا جانبيا، شوي شوي، من فوق لتحت، أسرع من إخراج البلغم، أسرع من إخراج الشوائب، أنشط الأعصاب، أنشط الدورة الدموية في منطقة الصدرية. هاي ضرورية جدا لسحب الأكسجين والهيموغلوبين، اللي احنا هلا ناقصنا اكسجين وناقصنا هيموغلوبين وناقصنا قوه تنفسيه قويه، ناقصنا جهاز مناعي قوي فيها الصدر تاعنا وفي الجهاز التنفسي اللي هو الباب الاول للدفاع عن الجسم من الفيروسات. فهذه الاجراءات للناس اللي بيعانوا من ضيق نفس، الناس اللي بيعانوا من فيروس كورونا. بعد الفيروس كل الترويه دمويه، كل الاكسجين بدنا نحرك حالنا دقيقة دقيقتين على الشمال، دقيقة دقيقتين على اليمين بالطريقة هذه، وانا رافع ايدي وعلى الجهة الجانبية. بعد ما اخلص من عملية، يعني بعمل لي دقيقتين ثلاثة هاي الوضعيات. هلا خلصت برتاح شوي طبعا، شهيق عميق وزفير، شهيق من الانف وزفير. بدي اعمل هلا حركات تانية اللي حركات تنفسية بس مع ضغط شوي، يعني بدي اضغط على الجنب من الايد اليمين والجنب من الجهة الشمال، وبدي اشعر لما اعمل زفير بدي احرك المناطق هاي اللي حاططها تحت ايدي. لما بعمل باخد شهيق من الانف بحبس الشهيق هذا، ولما احبس الشهيق داخل الرئتين يعني احبس الهواء وانفخ البلالين هاي الداخلية، في هاي الحالة بتعمل حركات اهتزازية زي ما افرجيكم بالضبط من الاعلى للاسفل. وبعدين اطلع الهواء طبعا في قوه، لما انفخ الرئتين هيك بتكون فعاليه افضل. الحركات الثانيه اللي بدكم تسووها طبعا على الجهه اليمين وعلى الجهه الشمال، بدكم تحطوا ايديكم، بدكم تشعروا انه الزفير اجى عند ايدكم وتعملوا ضغط وتصيروا ترفعوا شويه. وتساعدوا الزفير وتضغطوا وتساعدوا الزفير وتساعدوا الزفير. هاي العملية بدكم تعملوها أكثر من مرة، بعدين بدكم تجيبوا نتيجة أفضل بترفعوا إجريكم بالطريقة هاي.
هذا بيكون تدفق دماء اكثر، بترفع الاجرين لفوق، هاي تمارين كويسه بتنشط الدوره الدمويه في المنطقه الباطنيه، وهذا بيؤدي لتخفيف حده وتمارين الجهاز التنفسي. بتعملوها هذه 5 مرات، بعدين ترفعوا اجريكم وتحركوا شوي 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 شوي، بدنا كل الدماء تنزل من الرجلين على المنطقه الباطنيه، بدنا المنطقه الباطنيه يوصلها اكسجين اكثر، يوصلها دماء اكثر، يكون نغير الضغط شوي اللي فيها، نزيد الضغط الباطني اللي بدوره حيساعد في اخراج كل هالشوائب هاي. هذه العمليه هذه هي مينيمو، يعني اقل شيء لازم تعملوها لمرضى صباحا، بعد الظهر، مساء، او تضلكم واضعين حالكم في الوضعيه هذه، مش بس وضعيه، نفس الاجراءات ممكن تسووها في وضعيه النوم على الجنب كمان، سواء بدكم تبدلوا من اليمين للشمال، في هاي الحاله بتناموا بالطريقه هاي، بترفعوا ايدكم بالطريقه هاي، بتحطوها تحت راسكم، ونفس الاجراءات اللي سويناها في الطبطبات، في التمارين، في الحركات هذه، في الحركات الاهتزازيه بدكم تسووها على منطقه الصدر من الجنب، هاي المنطقه ضروريه جدا. تعملوا الحركات هذه اللي هي الرئتين، هاي هي القفص الصدري، هذا هو مخزن الاكسجين ومصدر الاكسجين الوحيد اللي لنا. هلا الوضعيه الاخيره طبعا اللي هي وضعيه النوم على البطن، اللي بدها تكون موجودة وانتو بدكم ساعتها واحد يسوي لكم هاي الحركات. الحركات اللي مننا نسويها اللي هي تتبلش من المنطقة الظهر، ونعمل هاي الحركات شوي شوي على منطقة الظهر، ونضغط ونضغط ونضغط، ونعمل عملية الاهتزازات نفس المبدأ اللي نحافظ اللي نوصل ما هو القفص الصدري في المنطقة الصدرية في العمود الفقري. يعني إذا عملنا نفس الاهتزازات من وراء، هذا حيدخل داخليا، وكمان ما هي الرئتين على اليمين وعلى الشمال، والرئة اليمين عدة طبقات، 3 طبقات، الرئة الشمال طبقتين، هذول الطبقات كله بنفذ وين؟ للمنطقة دي، يعني كل الشعيبات الهوائية بتوصل هالأنابيب بالطريقة هاي وبتطلعها زي شجرة وشجيرات للفم. فأنا لما أكون في الوضعية هاي أنا بحرك مناطق تانية، أنا بنشط مناطق تانية، حتى لو نمت في الوضعية هذه نص ساعة وأنا حالي رقبتي على الشمال وبغير وضعية الرقبة على اليمين، منه بنشط الرقبة والأكتاف، ومنه بعمل ضغط على المنطقة الباطنية وبزيل. اذا بدي اكح في هاي الحالة، لانه هاي الحركة حتشجع هالكحة، بنزل راسي وبطلع هالبلغم بالطريقة هذه. يعني بعد هاي العمليات الطبطبات والهز على ظهر المريض، على ظهر الشخص، اكيد حيطلع شغلات كتير من صدره. هذه التشيست فيزيوثيرابي، هذه اللي تستخدم في الوضعيات في المستشفيات، بعد اي تدخل في، يعني اي واحد بيدخل المستشفى وفي يعني بيكون في احتمال كبير انه يتكون عنده مشاكل تنفسيه لانه قاعد لا بتحرك ولا شيء، في هاي الحاله ننتقل لهي الامور اللي هي بدكم تسووها بيتيا لمساعده حالكم والاشخاص التانيين انهم يتعافوا بشكل افضل لأي مشاكل تنفسية. هذا بأي واحد عنده ضيق نفس، عنده أزمة، عنده التهابات على الرئة، عنده مياه على الرئة، هاي هي أبسط الوضعيات وأحسن الوضعيات إنه يسووها والحركات هذه. شكرا لكم، تحياتي الدكتور محمود الصوص، نرجو السلامة للجميع طبعا مع فيروس كورونا، بعد الفيروس، قبل الفيروس، هذه شغلات لازم تعملوها احتياطا. حنكون معكم في حلقات تاني اليوم مخصصينه فقط للعلاج التنفسي، العلاج الطبيعي التنفسي. سلامات، تحياتي.